شركة ستراتا شركة تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، مصنع لكبرى شركات الطيران في العالم. اليوم تشرفنا بحضور طلاب مشاركين في مسابقة ابتكارات لوجستية، عرفناهم على الشركة وخذناهم في جولة في المصنع التعرف على مراحل التصنيع والتكنولوجيا المستخدمة. نتمنى للطلاب كل التوفيق في هذه المسابقة. اليوم زرنا ستراتا، والحمد لله الموظفين بستراتا كتير ساعدونا وجاوبوا على أسئلتنا وفرجونا كل البروسيسز اللي بتصير في الجامعة. يعني نحن درسنا الثيوري اللي بيصير عشان تصنع الكومبوزيت ماتيريالز، بالأخص كان الكربون فايبر. وفي ستراتا شفنا يعني بالضبط كيف الماتيريال اللي بتصنع وكيف بيصير جزء من الطيارة، وكيف الأجزاء هاي يعني بضخامتها وبجمالها كيف يعني بتروح على التصنيع. بشكل عام استفدنا كثير بتجربتنا بستراتا، وإن شاء الله متحمسين لنزور بيانات.